السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غنتكلم على المباراة اللي جمعت كل من الهلال السعودي والنصر السعودي في المباراة 15 من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح فريق الهلال، بحيث عرفت المباراة تألقا كبيرا للدولي المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والذي وقف سدا منيعا أمام هجمات كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي والسنغالي ساديو ماني، مساهما بشكل كبير في فوز فريقه الهلال الذي تمكن من سحق فريق النصر بثلاثة أهداف دون رد، بحيث تمكن الأسد المغربي ياسين بونو من سد كل المنافذ أمام تسديدات لاعبي النصر، وقطع العديد من الكرات العرضية محافظا بذلك على نظافة شباكه، ليحصل على تنقيط 7.5 وفقا لموقع سوفاسكو المتخصص في تنقيط اللاعبين. فبالتوفيق للاعبنا ياسين بونو.